حبيبي جود، تروح لعند لارا شوي؟ يلا حبيبي. نغم، امتى السفرة؟ الساعة 3 بعد نص الليل. 3؟ يعني على هذا الحكي لازم كرم يكون هون، وينه؟ كرم عم يزبط الأمور. طيب، بس يجي كرم، أنا بوصلكم على المطار. لا لا ما في داعي، هي أبو سعيد موجود. بعدين في مليون تاكسي، ما في مشكلة. لك يا نغم، السفر بالليل بيهد الحيل. خلص أنا بوصلكم، انسي.